ربنا بإرشاد روح القدوس في ثلاثة آيات في آخر إنجيل معلمنا مرقس، آية 43 و44 و45: من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل النفس فدية عن كثيرين. موضوع عن الخدمة أو عن الخادم، ناس كثيرة بتربط موضوع خادم يعني أبونا، خادم يعني شماس، خادم يعني خادم مدرسة، حد بعد كده ما فيش خدام. لا، كل واحد فينا وكل واحدة فيكم خادمة. أنا في بيتي خادم، مع أسرتي خادم، في عملي خادم، في كنيستي خادم، وسط المجتمع اللي أنا عايش حوالينه أنا خادم. هناخد 4 نقاط بنعمة ربنا هنتكلم عليهم. أول نقطة: المسيح الخادم. ثاني نقطة: العذراء الخادمة. ثالث نقطة: كلنا خدام لربنا. رابع نقطة: الخدمة إنكار ذات. هنمسك أول نقطة اللي هو المسيح الخادم. ولما نقول المسيح الخادم، مفيش يا رب أعظم منك خادم. يقول لك: كان يجول يصنع خيرا. مسيح حياته من بدايتها لحد الصليب مسيح خادم أمين. لما نقول خادم أمين يعني صح بإرضاء، لأنه في ناس كثيرة أخطيت في الكلمة بيخدموا، لكن هل خدمة بأمانة؟ لا، خدمة مصهرية، خدمة عشان الناس تقول يا ده أستاذ فلان كده، ده أبونا فلان كده، ده سيدنا كده. لا، الخدمة اللي ترضى ربنا الخدمة في الخفاء، الخدمة اللي هي نقول لربنا يا رب اصهر انت ونختفي نحن. عشان كده بنقول دايما مسيحنا كان يجول يصنع خيرا. شفاء مرضى المسيح كان بيشفي، إقامة موتى المسيح كان بيقوم، إشباع جموع المسيح كان بيشبع، أعمار رحمة وخير المسيح كان بيعمل أعمار رحمة وخير. وده اللي مطلوب مننا، وإحنا صايمين وبنصلي لابد أن نعمل عمل خير. عشان كده بقول كل عمل خير أنا بعمله ده خدمة. أو نربط موضوع أنه أنا مش خادم في الكنيسة، أنا مش خادم تحت اسم أي نوع خدمة. لا، كل إنسان وكل إنسانة فيكم خادمة، خادمة في الوسط اللي هي توجد فيه. زي ما ربنا يسمح أكون خادم، ويا بخت اللي يكون خادم لغيره. يقول لك: من أراد أن يكون فيكم أولا يكون آخر الكل. عشان كده بنقول يا رب إحنا الليلة وإحنا صايمين وإحنا بنسمع كلمة الخدمة، يا رب علمنا نخدمك من قلبنا، يا رب علمنا نخدمك بمحبة، لأن الخدمة اللي ما فيها محبة خدمة، أخطيت في الكلمة، فاشلة، خدمة مصهرية، خدمة للتظاهر، خدمة للرياء. لا، لازم الخدمة يكون فيها محبة وإنكار ذات، خدمة يكون فيها تسهر أنت يا رب. فضل القوة، دايما نقول فضل القوة لله ليس منا. كل عمل حلو يا رب بيحصل أو بيحصل منينا أو بنعمله إحنا يا رب، ده بالفضل، الفضل يرجع إيه ليك أنت. في أول نقطة اللي هو المسيح الخادم بنقول يا رب علمنا نقتدي بيك، علمنا نكون يا رب قدوة حسنة للآخرين ونعمل أعمالك. مش بيقول أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ إذا كان الله ساكن فينا يبقى نخدم الخدمة بتاعتك يا رب زي ما انت علمتنا وبأمانة. تاني نقطة: العذراء الخادمة. احنا قصدنا نجيب العذراء هنا عشان دي أيامة، أيام بركة، عشان كده بقول العذراء الخادمة. العذراء من صغرها وهي جوا الهيكل وجوا الكنيسة، من صغرها اتعلمت انها تخدم بيت ربنا وتنظف بيت ربنا وتهتم بكل حاجة في بيت الله. عشان كده بقول العذراء خادمة. كلنا نتذكر البشارة بتاعت الملاك لما بشر العذراء، العذراء قالت كلمة جميلة أو آية جميلة: هوذا أنا أمة الرب. يعني إيه أمة؟ أمة يعني خادمة. هوذا أنا أمة الرب. من صغرها ومن أول ما استلمت البشارة ومن قبل كده هي كانت خادمة في بيت الله. هوذا أنا أمة الرب. ياريت كل ست، ياريت كل شاب، كل شابة، كل شخص فينا يكون خادم أمين عشان ناخد بركة السيد المسيح. العذراء كانت خادمة قلنا من صغرها في الهيكل، وبرضو كانت خادمة ليوسف النجار. كلنا عارفين يوسف النجار إنسان كبير في السن،
وكل واحد فينا وكل واحدة عارفين يعني ايه انسان كبير، عاوز اللي يعوله واللي يدديه واللي يطبطب عليه واللي يأكل واللي يشرب واللي يمسك واللي يلاغي. عشان كده نتعلم من العذراء وهي بتخدم يوسف النجار انه كل واحد وكل واحدة وجد في مكان يخدم انسان كبير، امه ابوه تيتا جده، نخدم بأمانة، نخدم من غير تذمر. يا ناس صدقوني بيخدموا وبينسوا فضل امهاتهم وابهاتهم، يا ناس بيخدموا وبينسوا اللي عملوه فينا الكبار. الكبار في السن هم اللي جابونا وهم اللي ربونا وهم اللي علمونا وهم اللي كبرونا وهم اللي جوزونا. ازاي بعد عمر طويل ليكم جميعا وليهم احنا ناجي نتذمر عليهم ونتنرفز وما نديهم احتبار، ولو بخدمهم بخدمهم من غير محبة. عشان كده دايما نقول لك خدمة بدون محبة خدمة فاشلة. عشان كده بنتعلم من العذراء، زي ما أمنا العذراء شالت يوسف وخدمت يوسف وهو كبير في السن، كمان كل واحد وكل واحدة إذا ربنا سمح له بإعالة الناس الكبار يعولهم بمحبة وياخد بركتهم. برضو العذراء كانت خادمة لإليصابات. عذراء لما الملاك بشره ومشت لإليصابات وكانت حامل، مشت إيه خدمتها. طب انت عذراء شايله رب المجد ببطنك وماشي تخدم الاصابات، قمه التواضع. هنا تعلمنا العذراء التواضع والبساطه في حياتها. برضو العذراء كانت خادمه للمسيح من صغره لحد الصليب، ده يعلمنا الخدمه الامينه. عمرها ما كلت ولا ايه ولا ملت من الخدمه. عشان كده بنقول للعذراء انت مثال لينا يا امنا في الخدمه، علمينا نخدم، علمينا نخدم واحنا بنسبح، علمينا نخدم واحنا متواضعين وبسيطين وقابلين الخدمة، علمينا نخدم يا عذراء واحنا بنسلم حياتنا لربنا. كل ما الواحد فينا يسبح ربنا ويصلي كثير الله يسنده، كل ما الواحد فينا يخدم ويكون متواضع الله يسنده، كل ما الواحد فينا يخدم ويسلم حياته في يد الله والله يكون هو القائد، نلاقي حياته في الخدمة ايه حياة ناجحة. عشان كده بنقول المسيح خادم، احنا زيك يا رب نتعلم منك. العذراء خادمة، نتعلم من أمنا العذراء الخدمة. الحتة الثالثة كلنا خدام لله، وهو ده اللي عايزين نطلع بيه والليلة واحنا من الكنيسة، نقول يا رب كلنا خدام ليك، خدام لله في شخص إخوة الرب، خدام لله مع الغلابة مع المساكين مع المرضى. يقول كنت عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. عشان كده احنا بنقول فين المسيح اللي نخدمه؟ كل شخص قدامنا محتاج لخدمة، هو ده صورة المسيح اللي قدامنا. عشان كده إذا زرت مريض ده خدمة، مشيت لإنسان محبوس زرته خدمة، كسيت إنسان عريان ده خدمة، عملت عمل خير ده خدمة. يقول لك البسمة، البسمة يعني الضحكة في وجه إنسان مكسور أو حزين أو مهموم، صدقوني ده خدمة. لما أقعد مع واحد وأحكي معاه كلمتين حلوين وأفرح وأطلع من جو الألم وجو الحزن، دي خدمة الله يقبلها. عشان كده بنقول كلنا خدامين ليك يا رب. في يقول لك إن كان في طاقتك عمل الخير ولم تعمله خطية عليك. صدقوني ياما في إيدنا نعمل خير ونمسك إيدنا أو نمنع نفسنا. عشان كده بنقول دايما اللي في يده يعمل خير مع الكل يعمل، هياخد بركة. يقول لك كأس ماء بارد لا يضيع الله أجره. كوباية مية باردة، كوباية مية باردة دي الإنسان محتاج، الله لا ينسى. يا ما في خير بيعدي علينا وإحنا ننسى أو نتغافل أو نعمل ما شايفين. عشان كده دايما نقدم الخير عشان ناخد بركة ونكون خدام أمناء لله. النقطة الرابعة أو آخر نقطة اللي هي الخدمة إنكار ذات، الخدمة إنكار ذات. زي ما قلنا في البداية عشان أخدم وأخد بركة نقول يا رب تسهر أنت يا رب، نختفي إيه؟ نختفي نحن. فضل القوة ليك يا رب مش لينا إحنا. عشان كده بنقول كل حاجة وكل نجاح يا رب تدهونا بنشكرك يا رب عليه، لكن الفضل يرجع ليك أنت يا رب. عشان كده الخدمة إنكار ذات، الخدمة محبة، الخدمة تضحية، الخدمة بذل. كلنا عارفين الآية بتقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة أبدية. فالمسيح هو مثلنا، المسيح هو قدوتنا، المسيح هو الخادم الأمين اللي احنا بنتعلم منه يا رب.
ازاي نكون خدام مكان ما نوجد يا رب، مكان ما تسمح لينا يا رب، حتى لو كنت بسيط، حتى لو كنت فقير، حتى لو كنت على قدك، صدقوني في يدك تخدم. بيقولوا في ست أرملة كبيرة في السن وابنها توفى، وهي عند مرات ابنها وولاده يمكن 5 أو 6 أولاد، فالكنيسة كان بتقدم عطية لهذه الست، كل شهر تقدم لها مبلغ من المال وكيس بتاع حبة تمويل للبيت أو حبة أكل للبيت. الست دي صدقوني من آمنتها كان الظرف اللي بيجي لها والكيس بتاع التموين أو الأكل اللي بيجيها شهريا، قبل ما تدخلوا البيت تمشي تطلع العشور وتودي من الظرف ده للمساكين اللي حوالينا، وتودي من الكيس بتاع الأكل والشرب ده للمساكين اللي هم أقل منا اللي حوالينا. دي خادمة أمينة بأمانة، خادمة أمينة فعلا، خادمة أمينة، لأن وهي غلبانة ومسكينة وفقيرة والكنيسة بتديها، هي بتشيل من اللي تدهول الكنيسة وتقدم عمل خير. بيقولوا بعد عمر طويل ليكم، يوم انتقال هذه المرأة كل المدينة وكل البلد جات تحضر الدفنة بتاعت هذه الست أو الصلاة في الكنيسة. فأبونا جاي داخل مستغرب، يعني الست دي لا هي غنية ولا هي عندها مال كثير ولا هي بتوزع على يعني ليها صيت عالي، لا إنسانة فقيرة. فأبونا خلاص بعد ما الخرجة والناس طالعين مسك بعض الناس بقول لهم ايه سبب انه الكنيسة كلها مليانة وكأنه اللي مات حد من كبار البلد. فأبونا بدأ يسأل كذا شخصية، لقى الناس اللي حاضرة دي اغلبها كان ست الفقيرة او البسيطة دي كان بتعمل معاهم اعمال خير في اول الشهر. فطبعا ابونا عرف انه ده اليوم اللي بتتودى فيه البركة من الكنيسة للست، فعرف انه بعمل الخير اللي كان بتعمله كان ليه احباء، كان ليه ناس كتير بيحبوها، عشان كانت هي خادمة امينة. واكيد زي ما اللي بيحبونا على الارض كتير واحنا بنعمل خير، اكيد القديسين والشهداء ورب المجد نفسه حيكون في محبة ودالة بيننا وبينه. عشان كده يا رب دايما اجعلنا نكون امناء في خدمتنا، وكل ما ابقى امين في الخدمة انا بكنس في السماء، انا بصدر للسماء. نختم بقصة بسيطة برضو عن بلد من البلاد. البلد دي كان فيها نظام. ايه هو النظام؟ كل سنة يحكمها ملك، كل سنة يحكمها ايه؟ ملك. بعد ما تنتهي السنة بتاعت ملكه يتنفي لجزيرة قاحلة فاضية، جزيرة نائية، جزيرة كل حيوانات متوحشة، يتنفي فيها هو وكل أسرته. فقالوا كل سنة يجيبوا ملك ينصبوه ويمسكوه، الملك يأكل ويشرب ويفرح ويحكم ويلهو ويتنعم بالنعيم بتاع الملك، ما هو ملك وما يهتم ايه بالشعب. بعد ما يتم سنة يركبوه سفينة يقولوا له خلاص يا ملك لحد هنا وسنتك انتهت روح. فالملك يشيل أسرته وهو في قمة الحزن، في قمة الحزن. عشان ايه؟ عشان ماشي لصحراء لجفاف ما فيش حاجة، وفي النهاية طبعا بيموت في الصحراء هو وكل أسرته، ويبقوا ايه عظام مرمية وسط الحيوانات. سنة واثنين وثلاثة وكل ملك ياجي ويطلع حزين. بعد 4-5 سنين جابوا شاب عشان يملكوه على المدينة دي. الشاب ده كان خادم وكان حكيم، الله مديله حكمة وكان بيخدم ربنا قبل الملك. فالشاب ده جاء ومسك الملك، بقوله من أول يوم، من أول يوم في ملكه مسك الوزراء اللي حوالينه والخدام اللي معاه وقال لهم أنا عايز أركب السفينة أمشي المدينة، أمشي الجزيرة اللي هي اللي هتنفوني فيها بعد إيه سنة. قالوا له من أول يوم كده، قال لهم أنا عايز أشوف بعيني. فمشى شاف الجزيرة، لقى كل حيوانات مفترسة، كل أشواك، صحراء ما فيهاش زراعة، ما فيهاش مباني، يعاين في الأرض يلاقي العظام بتاعت الناس مرمية. فرجع وبدأ يخدم بأمانة كل شعب البلد، والكل حبوه والكل بدوا يخضعوا له. بدأ يخدم الإنسان الفقير والمحتاج والعيان والست اللي مصدومة ينصفها، بدأ يخدم فعلا من قلبه بمحبة. بعد فترة تم شهرين ثلاثة بدأ ياخذ الوزراء ويقول لهم أنا عايز أروح فين؟ الجزيرة.
فراح الجزيرة مع الوزراء ومع الناس اللي بيخدموا حوالينه، بدأ يعمر في الصحراء أو في الجزيرة، بدأ يبني، بدأ يعمل أماكن للحيوانات المفترسة ويقفل عليها، بدأ يزرع، بدأ يهيئ مكان مناسب حلو. لحد ما كمل آخر السنة هو كان ضبط الجزيرة وخلاها حاجة حلوة جدا. طبعا ده كل الشعب والناس اللي في المدينة، ما فيش حد يعلم إلا الوزراء ومن سكات، ما فيش حد كان جايب سيرة. فتم السنة وخلاص بودعوا فيه وحيركبوا السفينة، وهو فرحان ومبسوط وبيضحك. فالناس نادوه وقالوا لي يا سعادة الملك، كل ملك بيطلع في آخر السنة وهو ماشي بيكون حزين ودليل ومهموم وبيبكي، إيه اللي مفرح قلبك؟ قال لهم اللي مفرحني أنا عارفه، مش أنتوا خلاص أنا تميت الخدمة بتاعتي، الله معاكم. وركب السفينة ومشى. طبعا لما مشى عاش عيشة حلوة هو وكل أسرته، عيشة كريمة، عيشة فاضلة. ليه عاش عيشة كريمة؟ عشان أعدل نفسه مكان حلو، أعدل نفسه آخرة حلوة، جهز لي ولأسرته مكان حلو، وعاش وكمل حياته بفرح وسلام. إيه ختام آخر القصة؟ ختام آخر القصة العزيزين إحنا نوصل، لأنه كل واحد وكل واحدة لازم يعد للأبدية، لازم يعد الآخرة الصالحة. لو كنت خادم وسط كل اللي حواليني، لو كنت وضحت في أي مكان يا رب قبل ما أخدم، قول لك قبل ما تخدم بيت الرب اخدم رب البيت. الكلمة دي قالها البابا شنودة، قبل ما تخدم بيت الرب اخدم رب البيت. يعني فتش على أبديتك، فتش على آخرتك، فتش إنه يكون ليك مكان مع المسيح في السماء. يقول لك في بيت أبي منازل كثيرة. لمين يا رب المنازل والبيوت دي؟ يقول لأولادي ولشعبي. عشان كده أوعنت له بالدنيا، أوعنت له بمشغوليات الدنيا، نتله بالتعليم، نتله نأكل ونعلم ونلبس ونشرب ونكبر، وننسى إنه نعمل مكان لينا في السماء. ربنا يدينا نعمة، يدينا قوة، يدينا بركة يا رب، إنه نفتش على الآخرة الصالحة، ويكون يا رب لينا معاك مكان في السماء، ونكون خدام أمناء قبل كل شيء يا رب، خدام محبين، خدام نقول يا رب نختفي نحن وتصر أنت. ربنا يدينا نعمة، يدينا قوة وبركة. كل سنة وانتم طيبين. لإلهنا كل مجد دائم الأبد، أمين. إنشي سيموخن وإيم بشانم أليصا